صوت الطاقة التقنية والفني ديالو باش يتوجه للشعب وهو جا عندكم الشعب. شكرا على الحضور ديالكم. انا واخا ماشي مراكشية ولكن العشق ديالي هو هاد المدينة والناس ديالها، وانا فرحانة اليوم حيت غادي نتقاسموا هاد الفيلم بحضور هاد الجمهور اللي كبير بزاف، وكنتمنى لهم فرجة ممتعة. الناس اللي تفرجوا في الفيلم من قبل راه عطاو الاراء ديالهم، ويمكن كاينين هنا ناس اللي ما تفرجوش في الفيلم، كنتمنى يستمتعوا ب 30 مليون. الحمد لله انا كنت محظوظه في الاعوام الاخرى بالاعمال اللي قدمت، لقات نجاح اللي من ضمنهم فيلم 30 مليون اللي كان حقق ارقام عاليه بزاف، ورغم التوقف ديالو في لا بانديمي فاش رجع عاود باقي ناجح في قاعات السينما، فهادشي كيفرح، وهادشي ما يقدرش يكون الا ما كانش عمل متميز وفيه جد واجتهاد ومن سيناريو واخراج وتمثيل فعمل كامل متكامل ما يمكن له الا ينجح. احنا في الاول وفي الاخر كنبقاو انسان، والام نقطه الضعف ديالها هي ولادها، فشي حاجه عاديه غادي نتاثر، شي حاجه عاديه ما غاديش نحس براسي مزيانه الا دخلت للدار وما كانش ولدي وهذا الشيء، مي الحمد لله صافا، هذه هي الحياه، كيف ما ضحاو والدينا على وديتنا كنضحيو على وديت ولادنا وتستمر الحياه. الجمهور هنايا في ساحه جامع الفنا غزال بزاف، وانا عجبني بزاف نتقاسم معاهم هاد لي مومون، وكنشكرهم بزاف وكنحييهم وكنشكركم حتى نتوما. صراحه انا بغيت نقول واحد الحاجه، انا الناس اللي كتعرفني انا بنت مراكش، اصولي امازيغيه ولكن انا بهجاويه مراكشيه، كبرت في مراكش، وبني كنت صغيره كنت كنجي جوستمون انا ماما الله يرحمها كنحضر الافلام هنا، وكنت ديك الطفله الصغيره البريئه اللي حلم ديالها واحد النهار تكون في المسرح، فصدقيني انني اليوم جد فخوره ممتنه، وزعما جو سوي تري ايمي، جو سوي تري هوروز، جو سوي تري فيير انني اليوم كاينه اليوم بفيلم اللي هو لقى اصداء جميله بزاف. بغيت حياتك دور مركب جدا ماشي سهل، ودور وفاء بنت الاطلس بنت امازيغيه، وكيشرفني انني نقوم بدور الشلحه لانه ما كنشوفوش بزاف ديال الاعمال بحال هكا، بنت شقيه، بنت عندها حلم بغات تحققه، بنت تقدر دير اي حاجه باش تشهر، وهذا خطر لانه كاين بزاف في هذه الحياه اللي كيديروا اي حاجه على قبل الشهره او على قبل ياخذوا حياه شي حد اخر. فوفاء ما كانش بغات تكون بحال ساره، هي كانت بغات حياه ساره، والحمد لله لقى نجاح كبير. انا جد 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 فرحانه اننا في التوندونس، وانه العمل انا بغيت نشكر المخرج الكبير شوقي العوفير، بغيت نشكر ساميه ونوره وجواد الحلو على الكتابه الرائعه، والمنتج نبيل عيوش اليام برودكسيون، وبغيت نشكر جميع الممثلين اللي كانوا معايا، سامية أقريو، سلوى زهران، مريم الزعيمي، عزيز حطاب، سنجا، ناصر، ما باش ما ننساش عبد الله جيدان، الحاجة ملكة العماري، بغيت نشكرهم كاملين، وكيفرحنا وكنفتخروا أننا نشوفوا عمل متكامل بحال هكا، وفيه نخبة من النجوم اللي أنا كنت من الجمهور ديالهم واحد النهار، واليوم كنوقف أمامهم. انا ديما كنقول هذه الجمله غنعاود نقولها دائما، انني ممثله تغني ولست مغنيه تمثل، فان شاء الله تسناو اعمال غنائيه اللي غادي تكون مميزه. تما ديستما يعزانين راه داوني غصه فرحه بزاف، شكون اللي غجمع الفنا هي البلاصه اللي غمز الصغار داش كغي، وكان الفيلم ينو غصه الا غيد. تحيه ميرتي عزاني كلشي الامازيغ سواء داخل المغرب او خارج المغرب، كنحماق عليك زعما الجمهور المراكشي واعر بزاف، وجمهور معروف عليه ذواق وعز عليه الضحك، داكشي علاش وقال هذا الفيلم هذا عجبو بزاف، ونتمنى يعجبهم اكثر فاش يشوفوه، حيت انا متاكد بزاف الناس انا مازال ما شافوش حيت كانت كورونا وداكشي، ونتمنى يعجبهم. بروجي جداد سي فيلم جديد دابا اللي كنصوروا فيه، دابا نيت ان شاء الله مع مخرج ربيع شاجد اللي يخرج ان شاء الله العام الجاي. صراحة كان تفاعل كبير سيغتو ملي حلوا لي صال السينما الحمد لله، سي فري كو دازوار شهر بالضبط شهر ربعة سيمانات قبل كورونا، وحطم ان شاء الله الحمد لله حطم زعما ارقام قياسيه، زعما بنادم عجبو بزاف، كان تفاعل كبير، ودابا ملي كنشوف هذا الجمهور اللي متعطش باش يتفرج هذا الشيء كيخلينا باش نديرو نفكرو نديرو عاوتاني افلام احسن.